الاهتمام بهذا الجانب لحكومة مثقلة بملفات كثيرة، أمن وسياسة واقتصاد وخدمات، بعيدا عن لغة المجاملات، هذا الجانب يكتسب نفس الأهمية لكل الجوانب اللي تواجهها الحكومة. تعزيز مكانة العراق وحضوره الثقافي والفني على المستوى العربي مشروع تضع الحكومة الحالية خطواتها الأولى فيه لتجاوز عثرات الماضي في السينما والدراما والمسرح والفن التشكيلي، إضافة إلى الأدب والكتاب وأدب الطفولة. فقد خصصت الحكومة الحالية مبلغ 13 ملياراً و500 مليون دينار عراقي للمضي قدماً بتطوير هذه المجالات. العراق متوقف دعم الحكومة منذ أكثر من 15 عام، تأتي هذه الحكومة لتدعم بهذه الطريقة المباشرة، راح تنشط أكثر من 1000-2000 شاب يعملون بهذا القطاع، وبعد ممكن 6 أشهر أو سنة سنكون إزاء أفلام عديدة. سيكون العراق ممكن بعض الأفلام تقدم إلى مهرجانات، بعض الأفلام ممكن تعيد الثقة بالسينما العراقية من جديد. أما الدراما أيضا تعرف حضرتك منقطع الدعم عن الدراما منذ سنوات طويلة، تأتي هذه المبادرة خارج موازنة الدراما الطبيعية الموجودة في شبكة الإعلام العراق التي هي منقطعة بالأساس منذ عام 2014. لذلك نعول على هذا الدعم بإنتاج عدد من المسلسلات. كل المحافظات العراقية أقول ستكون فيها مهرجانات ثقافية ومهرجانات كبرى، سيأتي عرب، سيأتون أجانب يحضرون هذه المحافظات. المشروع الذي أطلقه رئيس الوزراء لدعم النشاطات الفنية والأدبية حظي بترحيب كبير من قبل المعنيين، خاصة إن الإجراءات المالية قد اكتملت بواقع 5 مليارات دينار لدعم الدراما، ومثلها لدعم السينما، ومليار دينار لطباعة النتاجات الأدبية والفكرية. هذا يعني أن هناك اهتمام من القيادة وعلى رأسها السيد رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، الذي كان واضحا في لقائه معنا ليلة البارحة، هو مبادرة أعتبرها مبادرة كبيرة تحتاج إلى تفعيل وتحتاج إلى حسن تنظيم وحسن استخدام. طبعا هي مبادرة جدا مهمة، الدراما العراقية تأرشف التاريخ العراقي وتأرشف محطات مهمة في مجال الفن اللي أرشف التاريخ بشكل عام. أنا جدا سعيدة بهذه المبادرة، وتحديدا وعي السيد محمد شياع السوداني بأهمية الفن. لا يلعب الفن دورا في المتعة والترفيه فقط، بل له تأثير كبير على المجتمع، فإعادة تحريك عجلة الفن والثقافة للدوران من جديد لها تأثيرات على محاربة التطرف، إضافة إلى محاربة السلوكيات والأفكار الهدامة للمجتمع. لبرنامج صباح الخير يا عراق، مناف الموسوي، بغداد.